فنانينا مشاهدينا متابعينا الكرام والناموس لجميع الفائزين مع هذه التحديات الرائعة والانطلاقات المثيرة على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم في هذه الأمسية، أمسية الكبار، حيث أن تابعنا 14 شوطا مع هذه التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة وهجن أصحاب السمو الشوق في مسافة 6 كيلومترات. تابعنا الشوط الأول واللي انطلقت في لماعة التابعة لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير، تأتي بتوقيت زمني مقداره 9:21.09 من الثانية. أما الشوط الثاني، الشوط الخاص بالحول المهجنات الأصايل، تنطلق الرباعة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم و متابعة مسري بن سالم بالعرطي الحميري خبير المضمرين، تاتي ايضا الرباعة بتوقيت زمني مقداره 9:41 وجزئين من الثانية. اما الشوط الثالث وهو الشوط الخاص بزمول المحليات الاصايل، ناصي ينطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير 10:03 وفاء وتماما. تهانينا ايضا المضمر حمد بن راشد بن غدير. اما الشوط الرابع مكملا للجولة الأولى، ينطلق مسيطر بناموس هذا الشوط بشعار هجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، حيث أن قطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 10:06 من الثانية. شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية مشاهدينا متابعينا الكرام، كان الحضور المستوى في هذا المساء الجميل، حيث أن قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:42 وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. شوطنا السادس، الشوط الخاص بالذلل المهجنات الأصايل، تأتي بنت الريح بناموس هذا الشوط، حيث أن قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:32.04 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. شوطنا السابع، كان الموعد حاضرا مع لمح البصر بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري، يضيف النقطة الثانية لهذا الشعار في هذا المساء 10:03.05 من الثانية توقيته الزمني. أما شوطنا الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، فكانت التحديات للصغان بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وقيادة المتمكن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري 10:09.07 من الثانية توقيته الزمني. الشوط التاسع، كانت التحديات من مصيحة بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وقيادة المتعب بن محمد بن سعيد بن مروشة 9:38 بالوفاء والتمام. الشوط العاشر، كانت التحديات في هذا المساء الجميل لمعزة التابعة لهجن العاصفة وبقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، معزة تقطع مسافة 6 كيلومترات بتوقيت زمني مقدارة 9:35.03 من الثانية. أما شوطنا 11، فكان الموعد حاضرا مع النصيبة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وقيادة أبو أحمد عتيج بن سالم بالعرضي الحميري، النصيبة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:36.07 من الثانية. أما الشوط الثاني عشر، فكان الموعد حاضرا مع وبرة التابعة لهجن العاصفة، حيث أنها قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية 9:34.09 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. الشوط الثالث عشر مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة دبي ريسينج، حضر سلهود بناموس هذا الشوط بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع، شعار هجن الرياسة وبقيادة أحد الشباب حمدان بن عوض بالشيلة العامري 10:08.08 من الثانية توقيته الزمني. أما شوط الختام في هذا المساء الجميل، فكانت التحديات من نصيب الأسد بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وقيادة سهيل بن سالم العامري، الأسد ياتي بتوقيت زمني مقداره 10:02.08 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ناتي إلى ختام سباق هذا المساء، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.